حابة أتطرق لأهم الصعوبات اللي ممكن يواجهناها إحنا كنساء من خلال مشاركتنا بالعملية السياسية. إحنا مثل ما نعرف إحنا نائبات عن الوسط وجنوب العراق، اللي هو أصلا يتسم بالطابع العشائري، طابع المجتمع المختلف، لكن اللي لاحظناه نعم أكو صعوبات نوعا ما. لكن أنا لازم أوجه الأنظار إلى فد نقطة مهمة جدا، إنه ما بعد ثورة تشرين أصبح الشارع أكثر وعي، أصبح الشارع أكثر تقبل لوجود النساء، وهذا ما لاحظناه بهذه الانتخابات. صراحة يعني أنا أتكلم عن نفسي شخصا، من خلال الحملة الانتخابية مالتي أغلب الداعمين إلي كانوا من الشباب اللي موجودين ومن الرجال، ومع وجود النساء شيء أكيد، لكن اللي الموضوع اللي واجهناه إنه نوعا ما كان أكو تقبل، ونوعا ما يعني كان أكو في بعض المناطق لا يوجد تقبل للمرأة. لكن أنا أشوف إنه البادرة الأكبر إنه أكو تقبل كان، وهذا أكبر دليل على إنه النساء هذه الدورة تقريبا ما يعادل 97 امرأة داخل مجلس النواب، أي ما يعادل أعلى من نسبة الكوتا اللي هي مرسومة لهن، وهذا أكبر دليل على الوعي اللي موجود داخل المجتمع. النساء حصلن على أعداد أصوات كلش عالي هذه الانتخابات، وهذا همات نوعا ما دليل على انه الشارع اصبح اكثر وعي لتقبل وجود المرأة في الساحة السياسية. دور المنظمات حقيقة كان واسع وكبير بتمكين المرأة سياسيا، لكن مع هذا اني اشير الى نقطة انه تطور الاحداث، تطور الساحة السياسية هي تتطلب الى وجود اكثر دعم بعد للنساء، واكثر تمكين على المستوى العام والشخصي ومن الناحية السياسية لكي تزامن بالعمل السياسي. من ناحية داخل مجلس النواب وآلية أصواتنا وكيفية التعاطي مع النساء، على الأغلب هن أغلب النساء اللي موجودات حاليا هن تابعات لأحزاب وأحزاب متنفذة. نوعا ما أني أنتقد هذه الحالة، لأن نوعا ما أصواتهم تلغى، لأن يعتمدون على من المرؤوس للي موجود داخل الحزب هو اللي يمضي صوته على باقي الأصوات. لكن احنا نقدر نقول ثلة قليلة من النساء المدنيات اللي يصعدن من خلال هاي الدورة المستقلات. صراحة احنا ما نملك أحد ممكن يكون مرؤوس إنه، نملك أصواتنا الذاتية، خياراتنا، قناعاتنا، توجهاتنا تكون بحد ذاتها هي تابعة لنا شخصا، وهاي أشوفها من الجيدات للمستقبل. بخصوص إنه رسالتي للنساء، أنا داعمة جدا لوجود المرأة داخل العملية السياسية حقيقة، وأدعو جميع النساء أن لا يترددن ولا يتخوفن من الخوض بهذه العملية، وعليهن أن ينظرن للسابقات من النساء ويتعلم من الأخطاء، وكذلك أنه يمضن من ناحية التمكين السياسي لحتى يكونن هن المفصل أو النقطة اللي تغير المجتمع نحو الأفضل.